طيب انا عايز اسالك معلش. اتفضل. الشناوي اه انا شايف ان اصاباته كتيره الفتره اللي راح فيها المنتخب مع عصام الحضري. اه ايه ايه دايس عليه تدريبات؟ اه طبعا. اللي بياخده الشناوي يعني اللي بياخده جاد او صبحي مفروض الشناوي ما ياخدوش. دي تالت مره الشناوي يتصاب فيها مع الحضري. ودي حاجه لازم الناس تفكر فيها. انا بقول لك الشناوي مرتين ثلاثه الشد ده. يا ترى انت الاحمال اللي بتعملها لصبحي زيه زي الشناوي زي ابو جبل زي جاد ولا بتخفف عليه؟ والاصابه ايه؟ انت بتتكلم في خبرات كبيره للكابتن عصام الحضري وخبرات كبيره كمان. خبرات ايه في ايه؟ لا يعني خبرات في ايه؟ كحارس مرمى والتدريب. طب ما هو في النهايه المفروض فاهم كمان حتى هو مش مدرب كتير. هو فاهم دي لا فاهم دي لما الراجل ده يشتغل مع كابتن عصام بهيج ويشتغل في الناشئين ويروح يتمرمط هنا ويمسك نبروه وتاخد فسيخ وتاخد مش بكلمك بجد وتجيلي المقصه وتبقى تعالى يا عم طارق مصطفى تعالى مع عبد الجليل اشربه مني. ايوه انت دلوقتي يا عصام يا حضري خبرتك انت الناس كلها بتقول خبرته كلاعب كوره حاجه او حارس حاجه ما حصلتش. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. عشان بس انا فاكر ان انا لومت على الناس اللي قالت كده وقتها لما قالوا ان الكابتن احمد ناجي سبب اصابه الجنش واصل عصام الحضري سبب اصابه اصل ما هي اصابات يا كابتن عبد الجليل. في فرق بين اصابات عضليه وفرق بين اصابات لا قدر الله صليبي بقى ركب حاجه. اصل دي اتكررت كذا مره الخلفيه دي. جنش كان اكيلس. دي ملهاش دعوه. انا بس ما هو فاكر ساعتها برضو تحمل قال لك بالظبط قالوا احمد ناجي. ما هو ده اللي بقول لك عليه. الشباب الصغير اللي هو بيحاول يفرق ما بين الانتماء وما بين اهلي وزمالك. صحيح. مدرب اهلاوي بتلاقي الدنيا هايجه عليه، مدرب زملكاوي تلاقي برضو الناحيه الثانيه هايجه عليه، فبالتالي بتلاقي الامور دي بتمشي في سكه كده. لكن طيب. انا بتفق في الجزئيه مع عبد الجليل وبختلف معاه في جزئيه. الجزئيه اللي هو ايه اللي هو بيقولها في حته مهمه جدا، الجرعات التدريبيه اللي بياخدها صبحي وبياخدها مثلا ابو جبل ممكن تقللها مع الشناوي. طيب. مع الشناوي هقول لكم حاجه لكن الجزء بقى القدري ده بتاعت ربنا الاصابه دي بتاعت ربنا 100% 100%.